اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا من هنا من ملتقى معا نتقدم، وتحديدا من قاعة المعرض التفاعلي. هذا المعرض الذي يشتمل أركان متنوعة ومتميزة، وكما ذكرنا في اللقاء السابق أن لنا عودة مع المشاركين في هذا الملتقى لتعزيز هذه الشراكة المجتمعية بين الشباب وأفكار الشباب، وأيضا بين الحكومة وصناع القرار. لقاء جميل ولقاء ثري وحوارات ممتعة شهدناها قبل قليل في الجلستين الأولى والثانية من هذا الملتقى، وما تشتمل عليه أيضا من أفكار متنوعة. معنا في هذا اللقاء أيضا جهينة بنت محمد الكندية، وهي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي. السلام عليكم جهينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جهينة، كذا مع المشاهد الكريم في البداية، ماذا تعني لكم مثل هذه المشاركات وأثرها أيضا في تعزيز العلاقة وبدء جسور التواصل بين المجتمع وبين الحكومة؟ طبعا الملتقى يوفر منصة تفاعلية مع المجتمع، كما أنه يوفر يعني فرصة للهيئة أنه هي تنعرف في الوسط المجتمعي بوجود جهة حكومية معنية بقطاع التعليم، بجودة قطاع التعليم، معنية بالرفع مستوى وجودة قطاع التعليم، سواء كان من التعليم المدرسي إلى التعليم العالي إلى المؤهلات والبرامج الأكاديمية. طبعا الهيئة كانت مشاركتها في هذا الملتقى عن طريق فيديو، وبعدها في الجلسة الحوارية كذلك كانت الجلسة الحوارية مع أصحاب المعالي وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي، وكذلك سعادة الدكتورة الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، استقبال الأسئلة من الجمهور والإجابة عليها. نسلط الضوء على أهم ما اشتمل عليه هذا الفيديو أو العرض اللي تم عرضه في هذا الملتقى، وأيضا إيش أهميته للحضور والشباب؟ هو نحن في هذا الفيديو ركزنا في هذا العام أو في هذا الملتقى على تعريف المجتمع بدور الهيئة، دور الهيئة في قطاع التعليم، دور الهيئة في قطاع في المنظومة الوطنية لجودة التعليم. طبعا هي مسؤولة في إعداد وتنفيذ نظم ونهج جودة التعليم، مسؤولة كذلك عن إيجاد هذه النظم، إيجاد هذه الأطر وتطبيقها في السلطنة، إيجاد قاعدة بيانات واضحة ورصينة ودقيقة للمجتمع يقدر أنه المواطن يرجع لها لمعرفة أي محاور أو أي إجابات فيما يتعلق بجودة مؤسسات التعليم العالي الموجودة داخل السلطنة. أيضا كيف يمكن أن إحنا نستقبل الآراء والمقترحات، ومدى أيضا آلية أو تفعيلها في الهيئة أو متخذي القرار من الهيئة في هذا اللقاء؟ حاليا هو الجلسة الحوارية ابتدت، طبعا هي الجلسة الحوارية مفتوحة للجميع الحضور انه هم يقدروا يسألوا الأسئلة اللي يريدوها لجميع المعنيين بقطاع التعليم، من ضمنها الهيئة وهي المعنية بجودة قطاع التعليم. طبعا في وسائل كثيرة لاستقبال هذه الأسئلة في الملتقى وكذلك الرد مباشرة على هذه الاستفسارات. بالنسبة للهيئة، الهيئة أساساً فاتحة مجال استقبال الاستفسارات في جميع وسائل التواصل الاجتماعي أو في الموقع الإلكتروني للهيئة. في منصات مخصصة لاستقبال مثل هذه الآراء، وكيف أيضاً التفاعل بين ما يطرح في وسائل التواصل وبين الهيئة والمشارك؟ الهيئة فاتحة وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان في التويتر أو في الانستغرام أو في الموقع الإلكتروني، كذلك أي شخص من المجتمع ممكن هو يتواصل مباشرة مع الهيئة لطرح أي أسئلة فيما يتعلق بمستويات مؤسسات التعليم العالي. كذلك الهيئة وسعت من مشاركاتها في مؤخرا في مثلا في معرض جدكس، مؤخرا كانت متواجدة للرد على أسئلة أو استفسارات الجمهور. أنا أنقلك إلى زاوية أخرى من زوايا هذا الملتقى. كون هذا الملتقى معني بشكل كبير بالشباب وأفكار الشباب وآراء الشباب، ما هي يعني أو إلى أي مدى تؤثر مثل هذه اللقاءات في صناعة القرارات، في التطوير على مستوى السلطنة في مختلف المجالات، وكونك أنت أيضا أحد الشباب المشاركين في هذا اللقاء؟ هو أساس الملتقى بدأت فكرته من استبيان تم نشره للمجتمع، فالمحاور اللي مذكورة في الملتقى أساساً جاءت من المجتمع.
فعشان كذا كان محور التعليم والتعلم من أهم المحاور اللي يتم مناقشتها في هذا. فهو بناء هذا الملتقى من الأساس قبل المجتمع وللمجتمع، فأكيد بنطلع من خلال استفسارات المجتمع على أهم المرتكزات اللي ممكن نحن نركز عليها في الفترة القادمة، سواء كان للهيئة أو لقطاع التعليم بشكل عام. كيف تؤثر مثل هذه اللقاءات أيضا على الشباب نفسهم؟ الشباب نفسهم، يعني أنا مثلا كشاب وضعت مقترحي، هل يعني كيف يعزز الثقة بين الشاب وبين متخذي القرار؟ وجود الشاب في مثل هذه الملتقيات وطرحه للأسئلة وطرحه للأفكار والابتكارات اللي شفناها كلها أساسا يعني تعطي الشاب منصة مفتوحة للمشاركة، منصة مفتوحة للتفاعل مع المسؤولين في المجتمع. ومثل هذه الملتقيات أساسا كأنها يعني تفاعلية مع المسؤولين، ما في حواجز ما بين المسؤول وما بين الشباب في مثل هذا الملتقى. شكرا جزيلا لك جهينة على هذا اللقاء. وأيضا أنا قبل أن أعود إلى زملائنا وإلى من هذا اللقاء، أود أن أنوه أن هنا أيضا تم تخصيص منصة خاصة لصناع الأفكار، للمبدعين، للمبتكرين، للشباب، لينهلوا أو يثمروا بأفكارهم وإبداعاتهم وطرحها بشكل مباشر مع المسؤولين مع متخذي القرار، لتخرج في النهاية بأيقونات ممكن وبالإمكان تنفيذها على أرض الواقع. نخرج أيضا إلى فاصل قصير ثم نعود إلى زملائنا هناك في الاستوديو.